النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل عليه السلام برسالة من الله: يا محمد، إن الله يدعوك لزيارتي، يؤتى بالبراق يرقب عليه، يذهب إلى المسجد الأقصى، من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، سما الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، فوق السابعة سدرة المنتهى، فوق سدرة المنتهى جنة المأوى، فوق جنة المأوى وصل إلى مقام سمع فيه صرير الأقلام تكتب قدر الله، حتى جبريل باقي تحته. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل اصعد، ايش فيك وقفت؟ قال: هذا مقامي، لو علوت لاحترقت من نور الله، ولو علوت لاخترقت بإذن الله. على النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مقام محمود، مقام كريم. فلما وصل لذلك المقام بيتكلم مع الله، بيحيي الله، شو يقول؟ هل يستطيع يقول السلام عليك؟ لا يجوز. كيف تقول لله السلام عليك وهو السلام؟ كيف يحيي الله؟ مشكلة هذه. فألهمه الله فقال: التحيات لله، كل التحيات لك، الزكيات لله، الطيبات لله، الصلوات لله. فبينما هو يقول لله كل شيء لله طبعا، قال له الله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. أطمأن. النبي كان ممكن يسكت، يقول خلاص أنا سلمني الله، لن يعذبني، انتهيت خلاص، لكنه مو أناني مثل بعض الناس، إذا وجد حاجته سكت، قال خلاص يكفي، مثل ذاك العرابي قال: اللهم اغفر لي واغفر لي محمد، ارحمني عفوا، اللهم ارحمني وارحم محمدا، ولا ترحم معنا احد، قال ضيقت واسعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله. هذا كلام الله للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. جبريل تحت يسمع الكلام، قال: اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فأمر الله الملائكة بعد هذا الحدث أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويتقربوا إليه بذلك، ونزل بذلك تقرير في القرآن: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كل صلاة تختم بهذا المشهد حتى لا ينسى هذا المشهد العظيم الذي فرضت فيه هذه الصلاة، التي هي هدية من الله وصلة، سميت الصلاة صلاة من الصلة والهدية. إذن هذه رحمات فتحت لك وصليت،